اي مدى واحنا بنتكلم النهارده اول يوم في السنه الجديده بتبص ورا كده وبتشوف 2022 عملنا فيه ايه، وان الشغل لسه ما خلصش، لسه قدامنا لسه اكيد يعني عمل لسه تاني شغل كتير ان ان شاء شاء الله. الله. انا عايز اشكر حضرتك على الاستضافه. العافيه يا فندم. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي الحمد لله بالظبط من 9 شهور تم توقيع ميثاق التحالف الوطني ما بين 24 جمعيه ومؤسسه بالاضافه للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، موجودين في 27 محافظه بنغطي الجمهوريه بالكامل، اغلبها مؤسسات مركزيه وجمعيات مركزيه، ولكن بتعمل من خلال جمعيات قاعديه تقريبا 30 ألف جمعيه قاعديه موجوده بقى في المحافظات في القرى اللي هم على الارض موجوده على الارض بنشتغل من خلالهم. دول اذرع الجمعيات المركزيه. الجمعيات المركزيه طبعا اللي هي تقريبا موجوده في القاهره كلها هي اللي عندها الدعم الاكثر وبتقدر تقدم خدمات سواء صحيه او نقديه او اجتماعيه او اقتصاديه متميزه جدا في كل محافظات الجمهوريه. كانت فكره التحالف، انا دايما اتسال وايه التحالف؟ ايه التحالف؟ التحالف الوطني هو لما قررنا نشتغل مع بعض. لما قررنا احنا من زمان، يعني كل الجمعيات الموجوده في التحالف عمرها ما بين 30 ل 35 سنه ل 25 سنه، كلها جمعيات متميزه وجمعيات كبيره وليها تاريخ وشغل كبير قبل وليها كده. تاريخ وشغل كبير على الارض. عايز اوضح حاجه مهمه جدا برضو، احنا لما قعدنا مع بعض زي ما حضرتك نوهتي اللي بيميز التحالف هو التنوع ما بين اعضائه. في جمعيات متميزه جدا في ملفات معينه، ملف اقتصادي او ملف اجتماعي او ملف